واحدة من أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى منطقة المتوسط وإفريقيا، محطة شتوكا إيتباها. بدأت عملية زويد بالمياه المحلات، مشروع ملكي ضخم أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير 2020 بإقليم شتوكا إيتباها بميزانية قدرها 4.4 مليار درهم، وتم تخصيص 20 هكتار كمساحة لهذا المشروع أمام تغيرات المناخية اللي كيعرفها العالم. وباش نضمنوا الأمن المائي لبلدنا تم العمل على هذا المشروع، وتم توفير أفضل التقنيات لتوزيع وتحلية مياه البحر. المياه المنتجة صالحة للشرب وكذلك للسقي بالنسبة للفلاحة، مياه الري 45%، مياه الشرب 55%، بحيث أنها غادي تمكن من تزويد أكثر من 1,600,000 نسمة بالماء الشروب، وتحافظ على 5,000 منصب شغل مرتبط بالأنشطة الفلاحية. يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، ساكنة أكادير بدأت الاستفادة من أولى الدفعات من الماء الشروب ديال هذه المحطة، واللي السعة الإنتاجية ديالها مقسمة لجوج مراحل. في المرحلة الأولى غادي يتم إنتاج 275,000 متر مكعب في اليوم، بينما في المرحلة الثانية 400,000 متر مكعب في اليوم. سنويا غادي نقدروا ننتجوا 146 مليون متر مكعب، رقم كبير. وباش نديروا مقارنة، هو ضعف الطاقة الاستيعابية لواحد من أكبر السدود في المملكة، سد يعقوب المنصور 70 مليون متر مكعب. محطة شتوكا إيتباها ماشي هي الوحيدة في المملكة، المغرب كيتوفر على محطات أخرى من بينها العيون، طنطان، بوجدور، سيدي فني، ومحطة مبرمجة أو في طور الإنجاز من بينها الدار البيضاء، الحسيمة، أسفي والدخلة. مشاريع محطة تحلية مياه البحر جاية ضمن استراتيجية وضعها المغرب لضمان الأمن المائي، واللي بحلول سنة 2050 كتهدف لإنتاج 1 مليار متر مكعب من المياه المحلات سنوياً.